سوضح لكم الآن طريقتي المفضلة لإيجاد معكوس مصفوفة 3 × 3، وفي الواقع أعتقد أنها ممتعة أكثر ونادرا ما ترتكب بها الأخطاء غير المقصودة، لكن إذا تذكرت بشكل صحيح من الجبر 2 ولهذا السبب تعلمت الطريقة الأخرى في البداية، لكن دعونا نستعرضها، وفي العرض القادم سأعلمكم سبب نجاحها لأن هذا مهم دائما. لكن في الجبر الخطي فإن هذا من المواضيع العديدة، أعتقد أنه من المهم أن نتعلم بها كيفية معالجة البيانات أولا، ومن ثم سنتعلم السبب لأن سبب ميكانيكي جدا ويحتوي على حساب أساسي في معظم أجزائه، لكن السبب ربما يكون عميقا، وسأترك هذا لعرض آخر. وكذلك يمكنكم أن تفكروا بعمق الأشياء عندما تمتلكون ثقة بأنكم على الأقل تفهمون الكيفيات. على أي حال دعونا نعود للمصفوفة الأصلية. ما هي المصفوفة الأصلية التي قمت بحلها في العرض السابق؟ لقد كانت 1 و0 و1 و0 و1 و1 و1، وأردنا أن نجد معكوس هذه المصفوفة، وهذا ما سنفعله، وهو يسمى بحذف جاوس جوردن، أي إيجاد معكوس المصفوفة وطريقة فعله، وهي تبدو سحرية بعض الشيء وتبدو وكأنها شعوذة، لكن أعتقد أنك سترى في العروض القادمة أنها منطقية جدا. ما سنفعله هو أننا سنزيد هذه المصفوفة. ما الذي تعنيه الزيادة؟ تعني أننا سنضيف شيء ما إلى هذه المصفوفة، وبعض الأشخاص لا يفعلون ذلك، فأنا وضعت خط فاصل هنا. وما الذي سأضعه على الجانب الآخر من الخط الفاصل؟ سأضع مصفوفة الوحدة لنفس الحجم، فهذه المصفوفة 3 × 3، لذا سأضع مصفوفة وحدة 3 × 3. إذن هذه 1 0 0 0 1 و0 و0 و1. هذا جيد. ما الذي سنفعله؟ ما سأفعله هو أنني سأنشئ سلسلة من عمليات الصف الأولى، وسأخبركم ما هي عمليات الصف الأولى الصالحة لهذه المصفوفة. لكن مهما فعلت لأي من هذه الصفوف هنا، فسيكون لهذه الصفوف المماثلة هنا، والهدف هو أن أنشئ مجموعة من العمليات على الجانب الأيسر، وبالطبع العمليات نفسها على الجانب الأيمن، حتى أحصل أخيرا على مصفوفة الوحدة على الجانب الأيسر. ثم عندما تكون لدي مصفوفة الوحدة هنا، ستبقى لدي على الجانب الأيمن سوف يكون معكوس المصفوفة الأصلية، وعندما تصبح هذه مصفوفة الوحدة ستكون بصورة درجة الصف المنخفض، وستحدث أكثر عن ذلك. هناك عدة تسميات في الجبر الخطي لكنها مصطلحات بسيطة جدا، لكن على أي حال دعونا نبدأ، وهذا يجب أن يصبح أكثر وضوحا، على الأقل أن عمليات ستصبح أكثر وضوحا، وربما ليس سبب نجاحها. إذن أولا لقد قلت أنني سأنشئ مجموعة من العمليات هنا. ما هي العمليات؟ تسمى بعمليات الصف الأولى. إذن هي مجموعة أشياء يمكننا أن أعوض أي صف بذلك الصف مضروبا بعدد ما. يمكنني فعل ذلك، يمكنني أن أقلب أي صفين، وبالطبع إذا قلبت لنفترض أن الصفين الأول والثاني سيكون على أن أفعل ذلك، علي أن أفعل ذلك، يمكنني أن أجمع وأطرح صفا من صف آخر. وعندما أفعل ذلك على سبيل المثال، يمكنني أن أخذ هذا الصف وأستبدله بهذا الصف مضافا إلى هذا الصف، وسترون ما أعني. وكما تعلمون أنه إذا جمعتم يمكنكم أن تقولوا حسنا سأضرب هذا ب-1، أجمعه مع هذا الصف وأستبدل هذا الصف بذلك. إذا بدأتم تشعرون بأنه هذا يشبه ما تعلمتموه عندما تعلمتم محل أنظمة المعادلات الخطية، أنه لا يشبهه، لأن المصفوفات عبارة عن طريقة جيدة لتمثيل ذلك، وسأوضح لكم ذلك قريبا. لكن على أي حال دعونا نقوم بحل بعض عمليات الصف الأولى حتى نحول الجانب الأيسر إلى صورة درجة الصف المنخفض.
وهي عبارة عن طريقة وهمية لنقول دعونا نحوله إلى مصفوفة الوحدة. لذا دعونا نرى، نريد أن نحصل على جميع هذه الواحد، نريد أن تصبح صفر. دعونا نرى كيف يمكننا فعل هذا بكفاءة. دعوني أرسم المصفوفة مرة أخرى. دعونا نحصل على صفر هنا. سيكون هذا مناسبا، سأحافظ على صفان العلويان كما هما، واحد وصفر وواحد، لدي الخط الفاصل، وهنا واحد صفر صفر، والصف الثاني صفر اثنان واحد، والصفر واحد صفر. وما سأفعله هو أنني سأعوض هذا الصف، وأنتم تعلمون الدافع أو الهدف وهو الحصول على صفر هنا، وأنا قريب من الحصول على مصفوفة الوحدة هنا. فكيف أحصل على صفر هنا؟ ما يمكنني أن أفعله هو أن أعوض هذا الصف بهذا الصف. هذا الصف ناقص هذا الصف، إذن يمكن أن أعوض الصف الثالث بالصف الثالث ناقص الصف الأول. ما هو ناتج الصف الثالث ناقص الصف الأول؟ واحد ناقص واحد يساوي صفر، وواحد ناقص صفر يساوي واحد، وواحد ناقص واحد يساوي صفر. حسنا، لقد فعلت ذلك على الجانب الأيسر. علي أن أعوض هذا بهذا ناقص هذا. إذن صفر ناقص واحد يساوي ناقص واحد، صفر ناقص صفر يساوي صفر، وواحد ناقص صفر يساوي واحد. هذا كاف. ما يمكنني أن أفعل الآن؟ حسنا، هذا الصف هنا، أي هذا الصف الثالث، يحتوي على صفر وصفر. يبدو أنه يشبه ما أريد أن يكون عليه الصف الثاني في مصفوفة الوحدة، فلماذا لا أقلب هذان الصفان فقط؟ لماذا لا أقلب الصف الأول والثاني؟ لنفعل ذلك. إذن سأقلب الصفين الأول والثاني. إذن الصف الأول يبقى كما هو، واحد صفر واحد، كذلك يبقى الجانب الآخر كما هو، واحد صفر صفر، وأقلب الصفين الثاني والثالث. الآن أصبح الصف الثاني صفر واحد صفر، وعلي أن أقلبه أنه واحد سالب واحد صفر وواحد، وأنني فقط أقلب هذان. ثم الصف الثالث سيصبح ما كان عليه الصف الثاني، وهو صفر اثنان واحد وصفر واحد صفر. هذا كافٍ. ما الذي سأفعله هنا؟ حسنا، سيكون جيدا إذا حصلت على صفر هنا، فهذا سيقربني أكثر من مصفوفة الوحدة. كيف يمكنني أن أحصل على صفر هنا؟ حسنا، ماذا لو طرحت 2 ضرب الصف الثاني من الصف الأول؟ لأن هذا سيكون 1 ضرب 2 ويساوي 2، وإذا طرحت ذلك من هذا سأحصل على صفر هنا. لنفعل ذلك. من حسن الحظ أن الصف الأول لن نفعل شيء له، إنه واحد صفر واحد، ومن ثم واحد صفر صفر، ولن يتغير الصف الثاني الآن، صفر واحد صفر وسالب واحد صفر واحد. ماذا قلت أنني سأفعل؟ سأطرح 2 ضرب الصف الثاني من الصف الثالث. إذن صفر ناقص 2 ضرب صفر يساوي صفر، واثنان ناقص 2 ضرب واحد يساوي صفر، وواحد ناقص 2 ضرب صفر يساوي واحد. لنتذكر صفر ناقص 2 ضرب سالب واحد يساوي 2 ضرب سالب 1، إذن هذا يساوي 0 سالب السالب 2 ويساوي موجب 2. 1 ناقص 2 ضرب 0 وهذا يساوي 1، و 0 ناقص 2 ضرب 1 يساوي سالب 2، صحيح؟
هل فعلت هذا بشكل صحيح؟ حسناً، إنها تبدو تقريباً وكأنها مصفوفة الوحدة أو ما عدا هذا الواحد هنا، وأخيراً سيكون عليها التعامل مع الصف العلوي. ماذا يمكنني أن أفعل؟ حسناً، ماذا لو استبدلت الصف العلوي بالصف العلوي ناقص الصف السفلي؟ لأنه إذا طرحت هذا من ذلك فستحتوي هذه على صفر، لنفعل ذلك، إنني أستبدل الصف العلوي بالصف العلوي ناقص الصف الثالث. إذن واحد ناقص صفر يساوي واحد، صفر ناقص صفر يساوي صفر، واحد ناقص واحد يساوي صفر. هذا هو الهدف. ومن ثم واحد ناقص اثنان يساوي سالب واحد، وصفر ناقص واحد يساوي سالب واحد، وصفر ناقص ناقص اثنان يساوي موجب اثنان. ثم الصفوف الأخرى تبقى كما هي، صفر واحد صفر وسالب واحد صفر واحد، ومن ثم صفر صفر واحد واثنان واحد واثنان، وهكذا حصلنا عليها. لقد طبقنا سلسلة عمليات على الجانب الأيسر، وقمنا بتطبيق العمليات نفسها على الجانب الأيمن. هذه تصبح مصفوفة الوحدة أو صورة درجة الصف المنخفض، وفعلنا ذلك باستخدام حذف جاوس جوردن. وما هذا؟ حسنا، هذا معكوس المصفوفة الأصلية، هذا ضرب هذا يساوي مصفوفة الوحدة. فإذا كانت هذه A ستكون هذه معكوس الـ A. وهذا هو كل ما عليك فعله. وكما يمكنك أن ترى، فقط تتطلب وقتا، واحتاج حسابات أقل تشعبا من عندما فعلته باستخدام المساعد والعوامل المساعدة والمحدد. وإذا فكرتم بهذا أو بسبب نجاحه، كل واحدة من هذه العمليات التي قمت بها على الجانب الأيسر يمكنكم اعتبارها كضرب، كما تعلمون، حتى تنتقلوا من هنا إلى هنا. لقد ضربت، يمكنكم أن تقولوا إنه يوجد مصفوفة، إذا ضربتها بتلك المصفوفة فسوف تنفذ هذه العملية، ومن ثم سيكون علي أن أضرب بمصفوفة أخرى حتى أفعل هذا. إذن ما فعلنا هو أننا ضربنا بسلسلة من المصفوفات لكي نصل إلى هنا. وإذا ضربتم جميع ذلك، أي ما نسميه مصفوفات الحذف، مع بعضهم، فأنتم بذلك تضربون هذا بالمعكوس. ما الذي أقوله؟ إذا كان لدينا A حتى ننتقل من هنا إلى هنا، علينا أن نضرب الـ A بمصفوفة الحذف. وربما أن هذا مزعج بالنسبة لكم، لذا تجاهلوه. إذا كان كذلك، لكننا ربما نصيره. ماذا حذفنا في هذه؟ لقد حذفنا 3 و1، لقد ضربنا بمصفوفة الحذف لنصل إلى هنا 1 و3. ثم ننتقل من هنا إلى هنا، علينا أن نضرب بنفس المصفوفة. سأوضح لكم كيف يمكننا أن ننشئ مصفوفات الحذف هذه. نحن نضرب بمصفوفة الحذف. حسنا، في الواقع لدينا هنا صف مقلوب، ولا أعلم ما ستسميه، يمكنك أن تسميها بمصفوفة القلب. لقد قلبنا الصف الثاني بالصف الثالث هنا، ومن ثم ضربنا بمصفوفة الحذف. ماذا فعلنا؟ ضربنا هذا، لقد كان هذا الصف الثالث، العمود الثاني. ثم أخيرا، لكي نصل إلى هنا، علينا أن نضرب بمصفوفة الحذف. كان علينا أن نحذف هذا، لقد حذفنا الصف الأول والعمود الثالث، حذفنا الصف الأول العمود الثالث،
وأريدكم أن تعلموا الآن أن هذا ليس مهما أي ما هي عليه هذه المصفوفات. سأوضح لكم كيف يمكننا أن ننشئ هذه المصفوفات لكي، لكني أريدكم أن تحصلوا على قناعة أن كل من هذه العمليات يمكنها أن تجري باستخدام ضرب بمصفوفة ما. لكن ما نعرفه الآن هو الضرب بجميع هذه المصفوفات، وقد حصلنا على مصفوفة الوحدة. بالرجوع إلى هنا، إذا جمع كل هذه المصفوفات عندما تضربونهم ببعضهم، هذا يجب أن يكون معكوس المصفوفة A. إذا أردتم أن أضرب كل من هذه أي مصفوفات الحذف هذه، فهذا يجب أن يكون معكوس المصفوفة A، لأنه إذا ضربتموهم بA ستحصلون على المعكوس. ماذا حدث؟ إذا كانت هذه المصفوفات مجتمعة تعتبر معكوس المصفوفة. إذا ضربت مصفوفة الوحدة بهم، مصفوفة الحذف أي هذه ضرب تلك تساوي تلك، هذه ضرب هذه تساوي تلك، وهكذا. إنني أضرب عندما تجمع جميع هذه معكوس ضرب معكوس الA ضرب مصفوفة الوحدة. إذا فكرتم بهذا إنها صورة كبيرة، لا أريد إرباككم، إنه لشيء جيد إذا فهمتم ما فعلته حتى الآن. لكن ما أفعله من جميع هذه الخطوات أنني أضرب طرفي المصفوفة المزادة، ويمكنكم أن تسموها بمعكوس الA. إذا ضربت هذه بمعكوس الA حتى أصل إلى مصفوفة الوحدة، لكن بالطبع إذا ضربت معكوس المصفوفة بمصفوفة الوحدة سأحصل على معكوس المصفوفة. لكن على أي حال، أتمنى أن هذا أعطاكم بعضا من الفهم. سأطبق ذلك على أمثلة محددة وأكثر تشعبا، لكن أتمنى أنكم أدركتم الفكرة والطريقة التي اتبعناها بمصفوفات المساعدة ومعكوس المصفوفات. على أي حال، سأراكم في العرض التالي.